بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم هذه الايه الكريمه تعبر عن المؤمنين الواقعيين بانهم قد باعوا انفسهم واموالهم لله تعالى يعني نحن امام عقد بيع اركان البيع متوفره في هذه المبايعه بائع ومشتري وثمن ومثمن فالانسان المؤمن الواقعي هو ذلك الذي باع نفسه وامواله لله واثمن شيء يملكه الانسان هو نفسه هذه النفس يسترخصها في سبيل الله وفي سبيل المبادئ وفي سبيل الدين وفي سبيل الوطن وفي سبيل ارضي والعرض وحب الاوطان من الايمان كما في الحديث عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نحن في هذه الظروف الصعبه على الامه الاسلاميه امام واقع مرير حيث هجم الارهاب على بلادنا وانتهك الحرمات وارتكب الفظائع والجرائم الكبرى مثل جريمه جريمه العصر جريمه سبايكر التي راح ضحيتها حوالي 1700 شاب بعمر الورود هؤلاء كبلوا ايديهم وعصبوا اعينهم ورموهم اطلقوا عليهم النار ثم دفعوا بهم الى النهر حتى انه لو اراد ان ينقذ نفسه فان يديه مغلولتان لا يستطيع أن يفوج في الماء جرائم يندى لها جبين أي إنسان ذي ضمير في الواقع ارتكب هؤلاء الظالمون هذه الجرائم الكبرى وليس أمام الإنسان أي إنسان يملك شيء من الوعي ومن التعقل ليس أمامه إلا أن يواجه عدوه هؤلاء الارهابيون عدو متعدد الابعاد عدو من جهه لئيم ومتوحش ويرتكب لا يتورع عن ارتكاب اي جريمه مهما كانت فظيعه <applause> تمكنوا قبل فتره من الزمان ان يحصلوا على رضيع عمره 22 يوم فذبحوه في بغداد أو ذلك الطفل الذي كان عمره ستة أشهر شووه على النار وبعثوه إلى أهله فهؤلاء يرتكبون الفضائع والجرائم ويسبون النساء ويسترقون الأحرار فالعقل يدعو إلى أن يقف الإنسان الحر الإنسان الذي يملك شيئا من الضمير أن يقف أمام هؤلاء الأعداء هذه جهة في هؤلاء صفة والصفة الأخرى أنهم يحملون عقائد موبوءة عقائد سامة هؤلاء تكفيريون يعتبرون الناس عموما كفار إلا من يكون على مذهبهم وطريقتهم كاملا فأصحاب الأديان الأخرى غير المسلمين طبيعيا يعتبرون كفار والمسلمون أيضا عندهم كفار لا يعتقدون بإيمان أي إنسان مسلم إلا أن يكون على طريقتهم كاملا هناك كتاب اسمه داعية وليس نبيا حول فتاوى محمد بن عبد الوهاب كيف يكفر كل أهل الشام وكل أهل العراق وكل أهل مصر ويكفر أهل, مكين أهل مكة والمدينة المنورة ويكفر كل من تحت مظلة الدولة العثمانية يعني لا يبقي احدا يعتبره مسلما الكل عنده كفار الا من ينتمي اليه حتى ان اباه واخاه اعتبرهما كافرين خارجين عن المله وهذا الكفر الذي يعتقد به هؤلاء التكفيريون حكمه عندهم ان يقتل هذا الانسان يذبح بالسكين او الخنجر او يقتل على كل الاحوال انه يقتل حكمه القتل يعتبر مرتدا ويحكمون عليه بالقتل فعقائدهم موبوءة وهم وحوش وحوش يعني بامتياز إضافة إلى ذلك أنهم عملاء يعملون لصالح أعداء الأمة الإسلامية هذا الرجل الذي يقود الداعش في العراق أبو بكر البغدادي ليس هو ليس هو ابا بكر ولا بغدادي ولا هو ابراهيم ولا بدري ليس عراقيا اصلا يهودي ولد من يهوديين في فلسطين اسمه اليوت اليوت شاليوت اسمه ومن اراد بحثا حول هذا الامر يمكن ان يتصفح في الانترنت تحت عنوان ابو بكر البغدادي في اسرائيل يرى كيف ان الاجانب هم الذين يؤكدون على ان هذا الرجل ليس مسلما ولا عراقيا اصلا وانما هو عميل لاعدائنا ومجرم وتكفيري فالوقوف امام هؤلاء امر عقلائي وشرعي وطبيعي وان الفتوى التي اصدرتها المرجعيه اصدر سماحه الله العظمى السيد السيستاني هذه الفتوى هي التي حفظت العراق من ان يقع بيد هؤلاء الطغاة والا فهؤلاء كانوا على مشارف بغداد ومشارف كربلاء لولا فتوى الجهاد الكفائي والحشد الشعبي لكان العراق في خبر كان في الواقع والمرجعيه تاريخيا هي صمام الامان لهذا البلد وللامه الاسلاميه ففي ففي عام 1920 حينما هجمت جيوش البريطانيين الغازيه هجمت على العراق واحتلت هذا البلد صدرت فتوى من المرجعيه العليا أنا اذن ايه الله العظمى الشيخ محمد تقي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه تلك الفتوى هي التي انهضت الشعب وجعلته في في مواجهه العدو والشعب ثار في ثوره عارمه وكبيره دامت اكثر من اربعه اشهر ولقنت الاعداء درسا لن ينسوه الى يوم القيامه. ولولا تلك الفتوى التي حفظت العراق وحفظت شعب العراق لكان العراق الى هذا اليوم يعاني من الاستعمار البريطاني. وهؤلاء الارهابيون في الواقع اتفقوا يعني اسيادهم الصهاينه اتفقوا مع البريطانيين في في مشروع داعش في العراق وغير العراق. الاعداء اسلوبهم الارهاب والظلم واثاره الفوضى والفتن لكي تضعف هذه البلاد ولكي يصب مشروعهم في مشروع الصهاينه اللي شعارهم حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل، هؤلاء هكذا يفكرون. فداعش تصب في خط الصهاينه والصهاينه في تاريخهم تاريخ الاجرام والظلم يقول احد قادتهم اسمه اوسكار ليفي يقول نحن اليهود لسنا الا ساده العالم ومفسديه ومحرك الفتنة فيه وجلاديه، تصريح بالارهاب تصريح واحتلوا فلسطين بالارهاب مجموعه منظمات ارهابيه مثل منظمة غاناة أسسوها وذبحوا الشعب فلسطين وسيطروا على البلاد طريقتهم الإرهاب والفوضى لكي يضعف العراق وتضعف البلاد العربية والإسلامية فتسهل سيطرتهم وتسهل عمليات عمليات النهب للثروات وعمليات الغزو والسيطرة داعش مشروع صهيوني بامتياز وقائده وأميره يهودي من يهوديين ومن أراد البحث في هذا الأمر كما قلت يتصفح في الأنترنت تحت عنوان أبو بكر البغدادي في إسرائيل يرى ال 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 الأجانب كيف يتكلمون عن هذا الرجل هذا نما في الموساد نموه وكبروه لكي يتمكن أن يسيطر على بعض بلاد الإسلام ويكون تمهيدا وخدمه لمشروع الصهاينه. فالفتوى فتوى الحشد الشعبي هي التي ارجعت الى العراق هيبته وقدرته وشخصيته. وهي التي حفظت هذه البلاد من مظالم الاعداء. والاشتراك في هذا العمل الجهادي عمل عظيم ورائع وعمل مزكى من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الوطنيه ومن كل الجوانب، عمل شريف جدا، وهؤلاء الذين يضحون في سبيل هذا الوطن ويواجهون العدو في كل يوم، هؤلاء هم في الواقع هم شرفاء هذا الشعب، هم النبلاء، هم الطيبون المؤمنون من ابناء هذا الشعب، هم تربيه مدرسه علي والحسين صلوات الله وسلامه عليه. مدرسه الحسين مدرسه تضحيه، اني لا ارى الموت الا سعاده. والحياة مع الظالمين إلا برما والاستشهاد في هذه المعركة في الواقع استشهاد في سبيل الله وينال هذا الإنسان الشهيد ينال درجة عليا عند الله تعالى وهو مصداق للآية التي تلوناها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومن لم يستطع أن يحمل السلاح يلزم أن يقاوم بلسانه يلزم ان يقاوم بامواله يلزم ان يقاوم بكل ما يستطيع لدفع هذه المعركه الى الامام ولتحقيق النصر ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر وقال ايضا الشهداء امراء اهل الجنه ويكفي لشرف الشهاده وعظمتها بالرؤية الشرعية والرؤية العقلائية ان ائمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهم العلماء العظماء الاولياء لله تعالى الائمة المعصومون هؤلاء كلهم نالوا الشهادة شرف الشهادة بطريقة او باخرى قال الامام الرضا صلوات الله وسلام عليه ما منا الا مقتول او مسموم مقتول يعني بالسيف كامير المؤمنين علي بن ابي طالب وكالامام الحسين صلوات الله وسلام عليه أو مسموم كالإمام الحسن والإمام زين العابدين والإمام الباقر وغيرهم. أرجو من الله تعالى أن يوفقنا ويوفق هذا الشعب المجاهد ويوفق المرجعية لأداء مسؤوليتها الاستراتيجية المهمة في هذه الظروف الصعبة وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.